خمن الشكل المختلف. 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 وصلنا إلى نهاية هذه الرحلة الممتعة والتعليمية. نأمل أن استمتعتم واستفدتم من المعلومات التي قدمناها لكم. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وعائلتكم، وترك تعليقاتكم لنعرف رأيكم واقتراحاتكم للمزيد من المواضيع. وإذا أعجبكم ما شاهدتموه، فلا تترددوا في الضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار بكل جديد على قناتنا. شكرا لكم على المتابعة ونراكم في فيديوهاتنا القادمة.